أيها الإخوات والإخوة، رجال إعلام، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواء سروري واغتباطي أن وفقنا الله مرة أخرى لنجتمع في لقاءات الوفاء والعرفان وفي كنف الأجواء المليئة بالألفة والحميمية والصفاء الروحي التي تحييها وتنظمها جمعية فاسيس، احتفاء بأهل الفضل من أعضائها وعرفانا بحق المخلصين والملتزمين من المنتسبين إليها، للتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه أعضاؤها من تضحيات وما يحققونه من منجزات. وهذا تقليد حضاري رفيع الغايات ونبيل الأهداف أرصد دعائمه الجمعية، وأصبح واجبا لا مناصة من تأديته، ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه. أيها الأخوات، أيها الإخوة، أشكركم جميعا على تفضلكم بالحضور معنا ومشاركتكم لنا في هذا الحفل الذي نكرم فيه اليوم زميلا عزيزا علينا، له في قلوبنا كل المحبة والتقدير، ورجلا ينتمي لأسرة جمعية فاس سايس منذ تأسيسها، وبصم على مسيرة حافلة بالعطاء، ألا وهو الأستاذ الكريم زين العابدين المحكيم. أيها الأخوات والإخوة، تعلمون جميعا أن حدث تأسيس جمعية فاس سايس كان حدثا مشهودا وخطوة رائدة تمت على يد مجموعة متنورة من الوطنيين الغيورين على الهوية الثقافية من أجل تحقيق أهداف نبيلة، وهي باختصار خدمة تراث مدينة فاس وكافة قضايا الوطن في كافة القطاعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وهذه رسالة سامية حرصت الجمعية على تأديتها على أحسن وجه، ونجحت في ذلك بعون الله وبواسطة اجتهاد أعضائها ومتابرتهم وإخلاص الأطر المنتسبة إليه. وعبر برامج سنوية منتظمة وأنشطة متنوعة لا حصر لها، فجدير بنا بهذه السنوات من العطاء أن نحتفي ونكرم كل عضو حمل هذه الرسالة وكل من أداها على أكمل وجه بضمير حي وغيرة وطنية وقلب سموح وإخلاص في العمل، وقد توفرت هذه المزايا جميعها في أخينا زين العابدين المسكين الذي رقم تجربة غنية طيلة تواجده بالجمعية وحاز بها ود ومحبة كل أعضاء الجمعية، وهو ما جعله يستحق عن جدارة الحفاوة والتكريم والعرفان بالجميع بإجماع كل أعضاء جمعية فاس سايس. أخي زين العابدين، عرفنا فيكم نقاء السيرة والاستقامة في السلوك والصدق في القول والانضباط في المواعيد والتسامح في المواقف والتواضع في المعاملة والأناقة في المظهر والبشاشة في الوجه والهدوء في الطلب، لا تغضب ولا تغضب أحدا، محبوبا من طرف الجميع. تلكم هي بعض السمات الرئيسية التي نسمعها، وإن أقل التفاتة شكر تقدم لكم هي الاحتفال بكم وتكريمكم في حفل يحضره أقرباؤكم وأصدقاؤكم وزملائكم. فلكم منا جزيل الشكر على ما تحملتموه من مشقة عمل جمعه
وعانيتموه من صعاب من أجل تحقيق الغايات والأهداف النبيلة للجميع. أملنا كبير أن تتقبلوا منا هذا الحفل التكريمي البسيط في ظاهره، الغني في رمزيته ودلالاته، فهو عربون محبة ووفاء وإخلاص. فلكم منا باسم جمعية فارسيس وباسم أعضائها نساء ورجال خالص الدعوات، سائلين الله أن يبارك لكم في عمركم ويديم عليكم منة الصحة والعافية، وأن يجعل حياتكم سعادة ورزقكم زيادة، وأن يحفظكم في سائر أفراد عائلتكم الصغيرة والكبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون، جمعية فاس السيس من بين الأنشطة التي تقوم بها الثقافية والاجتماعية، فهي دائما تكرم رجالاتها، تكرم المسؤولين. والأخ زين العابدين المسكيني هو أحد من مؤسسين جمعية فاس السيس، فهو يستحق التكريم ويستحق كل ما قيل فيه في هذا اليوم. ندعو له بالصحة والسلامة إن شاء الله، فهو يستحق بكل ما حق الكلمة هذا التكريم.